الخير والحب والصمود لكل الصامدين على أرض فلسطين. صباح الحب مضاعف للأسرة والمسرة. من أجمل الأشياء يلي ممكن تعملها لإحياء منطقة قديمة هي إعادة ترميمها. موجودين اليوم في بلدة أبو ليس لنحكي عن ترميم المناطق القديمة، ولكن من ذاكرة السكان، ومعنا الأستاذ سامر حلبية لنحكي عن الموضوع. تاجر مقدسي، يسعد صباحك. يلا وسهلا، شرفتوا. أستاذ سامر، تحكي لنا عن المنطقة، وين موجودين إحنا؟ يعني هون كان سوق قديم، تحكي لي أكثر عن المنطقة. هان المنطقة الرئيسية في أبو ليس أو المركز البلد القديم، هان تمركز صلاح الدين في فتح القدس، كان معسكره على ظهر التلة هاي، وتسمي المسجد هان باسم صلاح الدين، كان هان معسكر صلاح الدين. التلة اللي احنا واقفين عليها يعني كاملة على صخرة أو على مغارة كبيرة كانت فيها التجمع في الأصل، وبعدين الأهل صاروا عليها، بعدها صار هان المنطقة التجارية والمنطقة الحيوية لقرية أبو ليس أو العصر، وهي العظم لأهل أبو ليس لكل عائلاتها. احنا شايفين يعني جمال البناء المعماري الموجود واللي احنا بنحب انه نحافظ عليه. هاي المنطقه يلي كانت حيويه قبل الجدار، واحنا بنحكي عن ارتباط وثيق لاهالي ابو ديس بالقدس. تتذكر، خلينا نحكي على مزبوط. ايام القدس قديش كنتوا قراب؟ شو بتتذكر عن القدس وعن ارتباط هاي المنطقه بالتحديد؟ انا ولدت داخل البلد القديمه في القدس، في الهوسبيس بالذات يعني، وتربينا في أزقة القدس، وأبو ديس في القدس كنا من هون بسبع دقائق في السيارة، أو حتى مرات نطلع نكزدر نصل القدس كزدرة يعني كشباب أو كأولاد صغار كمان، يعني مرتبطين ارتباط كان عميق في القدس، التجارة في الأسواق، اعتمادنا كلي حتى اللحمة. أتذكر يعني أنه أهلي نروح نشتري لحم من القدس مثلا، نشتري الأغراض الرخيصة أرخص من المدن الثانية أو محلات الثانية من القدس، اعتماد كان كلي على القدس. لكن بعد الجدار بترنا عن القدس كأبو ديس، وهنا فيها المرارة والغصة، انه حتى يعني المسجد الأقصى من ست سبع سنين الواحد يصح له يدخل مرة، ومجوز تهريب او ينط عن الجدار او الله اعلم كيف نصل، واحنا بنشوفه مرة العين يعني مسجد الأقصى. هذا السوق كيف صار بعد الجدار؟ كيف صار؟ انقتل. كان في تسوق يعني في البلدة، لكن كان الاعتماد على القدس، على البلدة القديمة في القدس، كان كل الاعتماد عليها، امتداد احنا للقدس وللبلدة القديمة، فكأنهم بترونا يعني قطعوا الحبل السري بيننا وبين القدس. يعني كان الوضع صعب من 2004 لجديد بلشت الناس تأخذ على الوضع، يعني انه في يتأقلموا في جوا بلدهم جوا سوقهم، حتى اللحظه يعني بنعتمد على الاسواق الخارجيه، بنسافر بنروح رام الله مرات او بيت لحم نجيب شغلات الاساسيه وبالرخص، يعني حتى البلده عندنا فيش اسواق كما يجب، مش زي كانه في القدس. حتى الان في لنا احنا الديسه واهل ابو ديس اسواق معروفه في جوال القدس، ومحلات كانوا قاعدين فيها جدادي، خانات، حتى تربيه الابقار والمواشي كان في لهم محلات جوال القدس يربوا ويبيعوا الالبان والاجبان اهل ابو ديس، يعني فيش سبع دقائق اللي احنا عنده، يعني فيش مسافه يعني، فحرمنا من هذه النعمه. ونعمه انه الواحد يصل القدس نراه من مرأة العين ولا نرى ولا نصلها، انا بقدر انا اطلع فوق اشوفها بس ما بقدر اصلها، حرمنا منها من ست سبع سنين ما صليت في الاقصى. وهون بدي أحكي عن جانب كتير جميل، وهو إعادة إحياء هاي المناطق يلي تم بترها عن القدس. كيف أعدتوا إحيائها؟ من وين أجت الفكرة؟ وشو الإنجازات اللي حققتوها من خلال الترميم لهاي المنطقة؟ أول إشي إحنا نعتز إن إحنا من ضواحي القدس ومن أكبر قرى ضواحي القدس. هأحكي عن أبو ديس شوي. أبو ديس امتدادها حتى البحر الميت، حتى الآن في أرض من أراضي الفشخة اللي هي البحر الميت طابوا تبعها من أبو ديس، من أكبر القرى ولكن محصورين في 15% من الأرض الجغرافية الخاصة في أبو ديس. انتبهنا لحالنا أنه يا إما نخسر دورنا القديمة تنهار عروسنا، يا إما إحنا نكسب تراثنا وإرثنا، فيش أمة إلا تركت أثر وإرث. إحنا هذا اللي كنا عن جدادنا، والحمد لله بسواعدنا وهمتنا وبعزيمتنا احنا درمنا من اموالنا الخاصه، يعني الحمد لله في جمعيات وبنشكرها هاي اللي بتدعم الترميم والاثار، لكن الحمد لله ما لجأنا لها، انا قادرين الحمد لله.
في قدرة إنه نصون بيوتنا الحمد لله. خداش أنجزتوا؟ إحنا شايفين الجامع، شايفين كمان في ديوان. في ديوان. حكينا أكثر عن الديوان. كيف ديوان كيف كيف كان طابعه؟ كيف صار طابعه؟ الديوان ما أهملنا يعني عشان إحنا مثلاً نرمه، ما كان مهمل. كنا نستخدمه. طابعه القديم موجود فيه. طابعه القديم موجود. ولكن من برا الترميم. كل شيء ومن جوا كمان. كم؟ إنه نسبة الرطوبة كانت عالية والتراب والكسارة تنهار علينا يعني. إلا الواحد يرمم يعني لازم يرمم. انتبهنا لها وانتبهوا لها الشباب وما شاء الله بسواعدهم وبمالهم الخازم وقلت لك ترمم كل شيء حتى هاي والطين. هذا الطين جديد، هذا مش بناء قديم، هذا طين ولكن جملناه لنلحق المعمار القديم ونعطي طابع لقريتنا وحارتنا. خليني أحكي صدقا يعني في ترميم دائما بيكون بيحافظ على الحجر ولكن حتى الألوان بسطوها يعني الواحد بحس حاله رايح برحلة تاريخية في جوا الزقاق. جميل جدا. جميل جدا. والواحد إنه يحافظ على الشارع زي ما بحافظ على البيت، بمتلك الشارع بمتلك البيت. وأصلتنا وتاريخنا. أصلتنا. من ضمن الترميم يلي قمتم فيه في محل تجاري ورثته عن جدك. مزبوط. خلينا مع بعض نكمل حديثنا هناك. توكل على الله. لو سهلة. هذا المحل اللي قمنا بترميمه جديد في جوا السنة اللي فاتت، وكان محل تقريبا احنا كان مهجور معنا بسبب كبر الميراث او الارث او المقسم عليهم هذا الارث، فبعد ما صفي كحصة واشتريت الحصص قمت بترميمه جديدا هذا المحل. من امتى موجود المحل؟ من اي سنة؟ يعني احنا بنحكي عن تاريخ شو؟ اكثر من 110 سنوات. اكثر من 110 سنوات عمره؟ اه التاريخ. كان في الأصل هو في الأصل خشبي بعدين صار محل. شو بعته فيه على توالي السنوات؟ يعني أنت ورثته عن جدك؟ أنا ورثته عن جدي وكان شريكه نسيبه اللي هو جد أمي. أه. جد والدتي يعني من القدم كانوا يشتغلوا للمواسم، كل موسم بموسمه كانوا يبيعوا، مثلاً موسم الحصيد موسم الجميد المواسم يعني، وفي بقالة صغيرة ولكن كان اللي يحيي المواسم يعني. ذكرت أبوي كان كل مثلا نبيع فيه البطيخ، نبيع فيه الشغلات اللي زي هاي. أنا شايفة إنك أنت تعتز بتاريخه لدرجة إنك أنت أول ما الشخص يدخل بيشوف تاريخ أو عمر المحل على باب المحل. قديش أثر عليك يعني نفسيا إنك أنت زي ما حكينا أعادت إحياء هذه المنطقة الميتة فعليا؟ طبعا الواحد ما حبش ارثه والاثار اللي هو منها يعني، شو بدي احب؟ فيش امه من الامم الا تمسكت في ارثها وماضيها، هو اللي بيبين للمستقبل شو هو. فهنا انا بعتز في كل شيء قديم الحمد لله، وانا من اصول مثلا او عمامي والعائله تبعتي بترمم الحمد لله، وبحس العيال كمان الثانيه يكون في عندها غيرة للمباني القديمة اللي زي هاي. هاي إرث حرام يفتقد في كل ضواحي القدس أو كل الضفة خلينا نقول أو كل الوطن. مش لازم نفرط في إرث زي هذا بنفسونا عليه قاعدين اليهود. صدقا أنا بعرف أماكن سرقوا منها البلاطات أو المداخل تاعت البيوت تاعت أجدادنا والبيوت المهجرة لإخواننا اللي تهجروا في 48 وبحطوها مناظر باب دورهم اللي هم اللي اصلا فيش لهم اصل ولا ذكر. هم بيحاولوا دائما يسرقوا تاريخنا واثارنا، وللاسف في ناس بتحاول تهدم اثارها وتاريخها بايدها وما ترمموا. انا بحس الناس كلها ان شاء الله يرمموا. في جمعيات قائمه بتساعد على الترميم يتوجهوا لها، ممكن يعطوا الترميم ياخذوه بدل فتره زمنيه لخدمه برضو مجتمعيه، يعني ما باخذوه مثلا الجمعيه اللي بترممه ما بتاخذه الها، لكن بتخدم فيه نفس المجتمع اللي فيه فتره من الزمن، ممكن تاخذ 10 سنوات 5 سنوات، ولكن بتستفيد منه القريه ككل وبيستفيد منه صاحب العقار انه بترمم وبكلفوش. من هون بدي منك تتوجه برساله
لكل الأشخاص يلي عندهم أو بمنطقتهم حتى، لأنه إحنا مش بس نخدم نفسنا، نخدم دائماً المجتمع، وهون أصل السعادة إنك أنت تسعد الناس، تسعد مجتمعك وتخدم وطنك، هو أصل السعادة لكل إنسان. بدي رسالة منك لكل الأشخاص الموجودين واللي قادرين إنهم هم يساعدوا بترميم وإحياء المناطق. والله أنا الحمد لله سعيد جداً صدقاً، أنا بدل ما خلصت مشتراته قبل ما أخلص دفع ثمنه كنت قاعد برمم فيه، خصوصا ما انا سعيد جدا في ترميم الاثر القديم اللي انا ورثته الحمد لله. وهيك انا بحس جميع اللي حوالينا، زي ما قلت في القدس، ضواحي القدس، حتى في فلسطين بشكل عام، هذا ارثنا واثارنا، وبدلهم هنا على ابواب انهم يفتحوا فيها. انا بصراحه سميته العزم لاني ان شاء الله ان احنا بنقول العزم، عزمت ومن جيبتي الخاصه، وبقولهم حتى لو من جيبتك الخاصة اعتمد في إرثك أنه هذه الجوهرة لو بعد 30 سنة بين مباني جديدة على الطراز الجديد، أنت تلك جوهرة زي هاي راح تعتز فيها كجوهرة بعد أقل من 30 سنة. فهيك أنا بحث المجتمع وبحث المواطنين بشكل عام أنهم يتجهوا نحو الأثار، أثارهم، أثار جدادهم، ويرمموها ويعيدوا ترميمها ويحافظوا عليها. أستاذ سامح الأبيض أشكرك جدا جدا جدا، حياكم الله. كل مرة نوصل فيها لمنطقة منشوف الحب في قلب وفي عيون الشخص اللي بيحكي، بيكون مش بس فيه عزيمة، فيه حب للبلد، وحب للبلد دائما بيطلع بشغله بعمله لإلها. شكرا كثير لإلك أنك أنت شاركتنا في هذا النقاش، شكرا كثير لإلك، شكرا كمان أنه أعطيتنا من وقتك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا. نوصل هون لختام فقرتنا، هاي الفقرة يلي حاولنا من خلالها الإشارة لأهمية إعادة إحياء المناطق القديمة. هون نوصل للختام، شكرا لكم، استنونا ببقية فقراتنا.